عبر الهاتف معنا الباحث في العلوم الشرعية الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي. شيخ أحمد، شكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع، وقياسا على هذا الخبر وهذه التغريدات التي تفضل بها طبعا الشيخ بنشرها عن دسائس الإخوان، أسألك في البداية أين يكمن الخطر؟ في الإخوان وتنظيمهم ودسائسهم أم في تعاطف السذج معهم؟ أهلا وسهلا بكم. يعني ابتداء هو الخطر في يعني استراتيجية الإخوان ذاتها، لأنهم تغلغلوا في المجتمعات وتغلغلوا في القطاعات الحكومية والأهلية، وانتشروا في جميع قطاعات الدول، ليس فقط الدولة هنا ولكن حتى في الدول العربية والدول الإسلامية وغيرها من الدول. فأصبح هذا التنظيم الدولي الذي يعمل على ما يسمى بإعادة الخلافة، ويريد أن يتسلق من خلال التغلغل في هذه المناصب وفي هذه الدول، ليقلب الأمر على أصحاب الشأن ويتولى السلطة في هذا، كما دعت إليه من قبل داعش وغيرها من الجماعات التي تسعى للحصول على السلطة بزعمها أن ذلك واجب عليها وأن على الناس أن يتبعوها في ذلك. فهم بناء على هذه الفلسفة يعني يخترقون الجهات ويعملون ويتعاونون للوصول إلى مرحلة ما يسمى بالانقضاض، مرحلة الصفر. إذا كما حصل في دول كثيرة، لما وقع في مصر المظاهرات والتفوا على المظاهرات ودخلوا من هذا الباب وتقلدوا الحكم ثم أسقطهم الشعب. كذلك في دول أخرى غير مصر هم هكذا يسعون إلى الوصول إلى السلطة. فهم فالخطر هنا لا يؤمنون وهم يكذبون ليصلون إلى غرضهم، ولذلك لا يمكن الوثوق بهم، وإن كان مظهرهم حسن وإن كان حديثهم حسن. وهكذا هي صفاتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يتكلمون بكلام خير البرية، وكما قال في حديث آخر أنه قال يقرؤون القرآن يحصر أحدكم قراءته إلى قراءتهم وصلاته إلى صلاتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم مظهرهم حسن ودعوتهم حسنة، ولكن أفعالهم أفعال أهل الكفر. فهم يقتلون أهل الإسلام ويهدفون إلى الوصول إلى السلطة ويتظاهرون بالإسلام. فإذا القضية الأولى هي في ذات الجماعة نفسها، ما لم تحل هذا العقد الذي جعلته على نفسها وتنقضه وتعود وتندمج في المجتمعات كغيرها من الناس، تعطي الولاء لحكامها وتخضع وتدين لولي الأمر فيها، وإلا فإنهم يبقون حكمهم حكم الخوارج الذين يريدون إيجاد الفرقة بين المسلمين. وهكذا هم لا ينتهون إلا إلى هذا. ثم بعد ذلك الخطر الثاني يكون ممن يتعاطف معهم ويدافع عنهم سهلا وسذاجة أو خداعا. فهم كذلك لا يقلون خطرا عن أولئك الذين يعني يقودون تلك الأفواج. فهناك من الكتل الشعبية في المجتمعات الإسلامية الكثير، وخصوصا حينما تدخل إلى مواقع الإنترنت والمواقع يعني ووسائل الاتصال، فإن لهم تأثير كثير فيها على المجتمعات. يدافعون بكلام يعني ظن المستمع إليه أو الذي يقرأه أن هؤلاء يدافعون عن أبرياء أتقياء صالحين، وهم في الحقيقة يدافعون عمن يريد أن يعني يفرق الصفوف ويمزق يعني بلاد المسلمين ويهدر مقدراتها ويعين الأعداء عليها. فنحن إذن هناك مشكلة، وهي سهم هذه الطائفة الضالة والسهم الآخر الذين يعينونها من داخل المجتمعات ومن داخل الشعوب بزعمهم أنهم يدافعون عن الحق جهلا أو قصدا وخداعا.
ضيفنا عبر الهاتف الباحث في العلوم الشرعية الشيخ أحمد قاسم الغامدي، شكرا جزيلا لك.